أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع هو أسباب خروج العراق من تصنيف جودة التعليم. ماذا يمثل خروج العراق من مؤشر دافوس لجودة التعليم لعام 2021؟ لماذا لا يرقى التعليم في عراق ما بعد عام 2003 إلى مستوى التعليم في بلدان العالم؟ لماذا يعاني العراق من نقص في المدارس حيث يفترش طلابه الأرض وهو من أغنى بلدان العالم؟ من المسؤول عن انتكاسة المنظومة التعليمية في العراق؟ هذه الأسئلة وأكثر نناقشها في حلقة منبر الرافدين لهذا الأسبوع. بدأ التعليم في العراق الرسمي عام 1921 وكان مجانيا وإلزاميا، وأصبح على مدار عقود العراق الأفضل في الشرق الأوسط، لكن تغير الحال بعد عام 2003 ليخرج العراق من تصنيف جودة التعليم على مستوى العالم. دعونا نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. لم يعد مستغربا لدى العراقيين أن يقرأوا تراجع تصنيف بلادهم عالميا على المستويات كلها، فليس الخبر كالعيان. في مجالات الصحة والتعليم والفساد وغيرها، حل العراق متديلا مؤشراتها في أكثر الدول سوءا بتقديم تلك الخدمات. ففي أحدث تصنيف له خرج العراق من نطاق التقييم العالمي لمعايير جودة التعليم العالي، وصنف ضمن الدول الأكثر تراجعاً بالتعليم، وذلك بعد أشهر من خروجه من مؤشر دافوس للتعليم. ويؤكد خبراء أن هذه الانتكاسات الكبيرة في التعليم في بلد كان يعد من أوائل الدول العربية نجاحاً فيه قبل عام 2003 تعود إلى عدم تطوير المناهج وفق رؤية علمية والتساهل بمنح الشهادات وظواهر كالتزوير والغش وانتشار الجامعات الخاصة غير الرصينة التابعة للأحزاب السياسية. على المستوى الصحي لم يختلف تصنيف العراق دوليا، إذ صنفه نظام الرعاية الصحية في العالم لسنة 2021 ثالث أسوأ بلد في تقديم رعاية الصحية. قد فتحت فاجعة مستشفى ابن الخطيب في بغداد الباب واسعا حول المسؤولين عما يجي هناك. يدخل المريض للعلاج فيصاب بالأوبئة أو يحرق وينتهي به رقما من بين أرقام المتوفين. آلاف الدولارات تخرج سنوياً من العراق بسبب سفر مواطنيه للعلاج أو الدراسة، في وقت لا تزال الحكومة الحالية تسير على نهج من سبقها، تراوح مكانها من حيث سوء الإدارة والمحاصصة الحزبية بتولي وزارة حساسة كالوزارة الخدمية والتعليم والتربية والصحة، فضلاً عن عجزها عن ملاحقة الفاسدين المسؤولين عن وصول البلاد إلى هذه المنحيات الخطيرة على صحة وسلامة مواطنيه. نعم، ليست المرة الأولى لخروج العراق من مؤشر التعليم، فمنذ سنوات حيث في عام 2017 أظهر مؤشر جودة التعليم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عن خروج العراق وعدد من الدول العربية من معايير جودة التعليم، فيما حصلت قطر على المرتبة الأولى عالمية. طبعا يذكر بأن ترتيب الدول في تقرير التنافسية العالمية الذي حدده منتدى دافوس يستند على احتساب درجات المؤشر عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 معيارا أساسيا تضم المؤسسات والابتكار وبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الأساسي وأيضا التعليم الجامعي والتدريب وكفاءة أسواق السلع وكفاءة سوق العمل وكذلك تطوير سوق المال والجاهزية التكنولوجية وحجم السوق، فضلا عن تطوير الأعمال والابتكار. معنا اتصال أبو حسن من بغداد. أبو حسن، برأيك لماذا يستمر العراق خارج التصنيف العالمي لجودة التعليم؟ تفضل.
أبو حسن هل تسمعني؟ أهلا وسهلا بك أخي. أم الجو للعراق ناس ظلاميين، يعني ما لهم معرفة لا بالسياسة ولا بالعلم ولا بالمعرفة. هدفهم تدمير العراق وجعله أسوأ دولة بالعالم من كل النواحي، يعني مو بس بالعلم، بالصناعة، بالزراعة، بكل شيء. هدموا العراق تهديم. هم جو دولة ناس ظلاميين ما يعرفون أساس الدولة، شنو الدولة، شنو متطلبات الشعب، شنو اللي المطلوب تكون، ما تكون دولة صناعية علمية واصلة مرحلة يعني من التطور. هم جايين هذول هدامين للعراق، يعني مثل العلم، الصحة، الحياة العامة بصورة عامة كلها. يعني تجي هم ظلاميين جايين يدمرون العراق، وبصاية أمريكا وإيران وإسرائيل وبريطانيا كلها تحالفت علينا، ما أدري كم دولة، 33 دولة مدى 40 دولة والله ما أعرف. لأن العراق ما يرجو ينمو، يعني ما يرجو يصير عنده فد قيمة. فهم جابوهم هذول ما عندهم قيمة لنفسهم، ولذلك هم جابوهم ووصلوا العراق للظلام. هذول يعني أي واحد هسه تجي على أي واحد تقول له يا فلان أنت شنو سويت للعراق؟ كل شيء ما سووا، بالعكس يهدمون، ما بنوا لهم طابوقة وحدث ولا حاجة. الفساد مالهم يعني صار 18 سنة، يعني ماكو مرحلة نجحنا بيها، أو هم ما نجحوا، يعني هم ما يعرفون يمشون أمور البلد. فكلهم ظلاميين دولة. كان قبل العلم إلى مكانته، الناس تروح للخارج تكمل دراسات، توصل مراحل من العلم. علماءنا تقريبا فوق 350 عالم انقتل، فوق يعني الأطباء، الضباط، يعني دي يوصلون العراق إلى مرحلة الانهيار. نعم. فما يعني ايش تحكي عليهم؟ يعني انهيار التعليم يعني فوق بالأيام العادية ما فيه، هسه كورونا، يعني ما يزون البلد ينمو، ما يزون بناس تفهم. نعم. يقولون هم يسيطرون على البلد ويجيبون الخام الأسود الظلام. يعني أنت ترى بأن المسؤول عن انتكاسة المنظومة التعليمية في العراق هي الطبقة السياسية؟ طبعاً. طبعاً الطبقة السياسية، هذا محمد إقبال يعني إيش قدم؟ يعني حتى عندنا مطابع بالعراق، هاي بالعراق مطابع يروحون يطبعون من برا وبأسعار خيالية، يعني يخلون العلم أسوأ حالاته، وغيره وغيره وغيره. كل الوزارات كلها فاشلة، من رئيس حكومة إلى رئيس وزراء إلى نواب إلى حتى المحافظين. نعم أبو حسن، دولة جو دمار العراق. مين العراق إذا يضل على دولة أقرأ على العراق السلام. شكرا لك أبو حسن من بغداد كان معنا. عبد الرزاق من بابل. عبد الرزاق، يعني الفساد في المؤسسة التربوية والمحاصصة في توزيع المناصب يعني يمثل واحدة من أكثر المشاكل التي يعاني منها التعليم الحكومي، مما أفرز ظاهرة التعليم الأهلي بشكل قد يهدد مستقبل التعليم الحكومي فيما لو ظل هكذا بدون تطهير، كما صرح قبل سنتين سعد البدري وهو نائب رئيس لجنة النزاهة في محافظة ذي قار. هل تتفق مع ما صرح به حول بأن الفساد في المؤسسة التربوية والمحاصصة كان له الأثر البالغ في تراجع التعليم في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك دكتور عمر. نعم. بالنسبة لأي بلد عندما ينخر الفساد، أي مؤسسة بهذا البلد تقول للتفليش، ومن ضمنها وأهمها هي مؤسسة التعليم. نعم. اللي الطبقة السياسية بعد 2003 ما يهمهم ببناء عقول عراقية قادرة على بناء هذا البلد. للأسف الشديد أول شيء عملوا على تهديمه وعلى إفشاله هو المؤسسة التعليمية. فشوف يعني الأحزاب وغيرهم بدأوا ببناء المدارس الأهلية. هذه المدارس الأهلية دكتور عمر، يعني مو أي واحد الفقير ما يقدر يروح لها. هم يعرفون كل الزين يعرفون بأن الفقير ما يقدر يروح لهذه المدارس الأهلية. فعملوا على
مبدأ أساسي هو تجهيل الشعب، لأنه أنت تعرف أكثر يعني الطبقة بالعراقية طبقة فقيرة. فمن خلال هذه المدارس الأهلية هم عملوا على تجهيل الشعب، وهذا يخدمهم طبعا تجهيل الشعب، ويعني عامل مساعد لبقائهم من خلال نشر أفكارهم المريضة، أفكارهم اللي تدعو للتخلف وللرجعية. فلما يكون المجتمع متخلف ومجتمع فقير بالفكر، فحتما يلبي طموحاتهم اللي هم يرجوها. فيعني لا تتوقع من هذه الطبقة السياسية أن تبني العراق. دكتور عمر، أضرب لك مثل بسيط. شوف سنغافورة من خرجت من الاتحاد الماليزي، وهي دولة أشبه بمستلقع للنفايات. نعم. رئيس الوزراء مالتهم أهم شيء أكد عليه هو التعليم. التعليم، وبعد ذلك قضى على مافيات الفساد وحيتان الفساد، ووقف سنغافورة على رجليها. فإحنا يحتاج لنا قائد يقضي على حيتان الفساد وعلى مؤسسات الفساد، يلا العراق يرجع إلى وضعه. أما إذا بهالحالة هذه وضعف رئيس الوزراء ويجامل فلان ويجامل علان، فما أعتقد يعني العراق ينهض. وتحياتي لك دكتور. شكرا عبد الرزاق من بابل، كان معنا أبو عادل من الرمادي. أبو عادل، تفسر وزارة التربية خروج العراق أو استمرار خروج العراق من مؤشر دافوز لجودة التعليم بأن المشكلة هي مالية، هل هذه حقيقة برأيك؟ نعم 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 أستاذ عمر. نعم. مضبوط. أنا مثل ما تفضل يا أخي، أنا من قابلك. مضبوط عمي. هسه انا عندي اطفال جاي، انا ما خبرتك على مود المدارس، انا خابرك من اهل المعتقلين، بس راح اجاوبك. هسه انا خلّم المدارس كلها، والمدارس كلها قامت يريدون يعدوا فلوس. هسه انا عندي اطفال اثنين، كل واحد ياخذون عليه مليون و200 بالسنه. لو فرضنا احنا ال200 مليون و200، انا ما اقدر اعيش لهم عائله. دراستهم جامعيه ولا شنو؟ لا والله جامعيه. نعم. بس عمي شو نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. والله احنا من هذا حتى المدارس مريضة، بس احنا من خبرتك اتصلت بيك استاذ عمراني. انا منتصر من هاي المعتقلين اللي صار لي وياه ما اتصلت بيك. تفضل. اي والله احنا نطلب من الله بجاه هذا رمضان. والله يا استاذ عمر، الله وكيلك، لا فطورنا فطور ولا سحورنا سحور ولا اي شيء، كان نفكر ببلادنا. انا مقابلك عند اثنين وهم الزين ما خذوهم، وظليت بطرق البنات وظليت بطرق البيت، كل شيء ما عندي بس رحمة الله. فاحنا داع نقولهم يعني معقولة مصطفى الكاظمي ما يقدر يروح يجرب الصخر؟ عليش قاعد وشايل العلم؟ عيب علي يوخر عن العلم، يكف نفسه عن العلم، خلي واحد الزمه رجل يجي يقعد مكانه. ولو خافت عنه، احنا ما نريد من هذول الرجال يعفونه، احنا نريد رجل مثل ابو عدي، يريد يهز القاع ولا يمشي، مو هذا العفن قاعد ورا الميل. وقال محمد الحلبوسي وحشى محمد الحلبوسي ولاده ما ندري اليوم 6 سنين. الله يخليك، كل ما يمر رمضان يمر علينا موعد، يمر علينا بين، والله يمر علينا بين. استاذ عمر الله يخليكم، وين المنتجة؟ ذاك اليوم بالتلفزيون يقولون ابو السعوديه راح يتفاوض ايران على مود جرف الصخر، يعني على شنو؟ عدل وعلى ايش قاعد راح يجيب من قائد دوله تفاوض وياه؟ استاذ عمر الله يخليك، احنا وين المنتجة؟ وجهونا صدق الله، صدق العين، صدق رمضان، نريد مساعدتكم، من عندنا تساعدونا، احنا نريد ولادنا. وين نروح استاذ عمر الله يخليك؟ انا جاي احكي لك يا شب حرقه، ما عندي حد والله، لا حد مدار. استاذ عمر الله يخليك، وين نروح؟ انا جهال بالمدرسه قعدوا يقول جدي لو ابو هنشان يعطيني 25 ما يعطيني 10,000. الله يخليك استاذ عمر، انا وين اروح؟ انا اللي مقابل اخوان والد مؤدسين 50. الله يخليك، وين اروح انا؟ وين انتجه؟ وين انتجه استاذ عمر؟ والله نحط يعني السحور بجي، الفطور بجي، نروح للجامع نبجي، وين نروح؟ وندعم من الله، وشايل زين الله، ما شايل غير زين الله. يعني المعقوله حكومه وقفت تجرب الصخر؟ نريد نعرف ولادنا وين؟ ولادنا وين صاروا؟ 6 سنين الله اكبر، حكومه وعلم يرفرف وما منطلنا الجواب عليهم. ليش؟ انا منين اخذهم ولادي؟ منين انا اخذهم؟ حج روح ولدك جون وراك، واليوم وراك 6 سنين. الله يخليك استاذ عمر، وين انت يا استاذ عمر؟ ما لنا غير الله وانتم بناتكم الشريفه،
والله صار لي شهر ما عاد اقدر تخش مريض والله 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 مريض والله مريض استاذ عمر الله يخليكم والله يعينك والله انا اشكرك ابو عادل والله يعينك على مصيبتك انا لله وانا اليه راجعون يعني 6 سنوات يا اخي يريد يعرف مصيرهم طيبين ميتين ويحشوا لك على جرائم النظام السابق وهم ارتكبوا جرائم اكبر واكبر وارتكبوا مقابر جماعيه وغيبوا واختطفوا ويحشوا لك بحقوق الانسان وبالديمقراطيه وبالحريه يعني ابو عادل مثل امثال عشرات الالوف يريد يعرفون مصير اولادهم هل هم طيبين هل هم ميتين الله يعينك أبو عادل ويعين جميع ذوي المغيبين والمختطفين معنا أبو زينب من البصرة أبو زينب كيف ترى استمرار خروج العراق من مؤشر جودة التعليم العالمي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك أخي على منبر الفرات عندي بك غير أطرحها منبر الرافدين نعم تفضل العصب من برافدي أكون ممنون منك قضية التربية بالعراق يعني كلش الشغلة منهارة فرد مرة قضية منهارة يعني فرد مرة التربية يعني بالبصرة ما جاي تحتنين بالطالب ما جاي يفتيم كل شيء ما جاي يفتيم طالب يطب في الأول للسادس لو بالبكالوريا حاطة سماعة بذانة لو بالمدارس يعني كل شيء ما جاي شنو قضية أفضلهم هيك يعني طالب بالسادس ما يعرف يكتب اسمين نعم زين ما هي الأسباب برأيك ما هي الأسباب لانهيار المنظومة التعليمية أنت دا تقول أنه دا يدخل الطالب من الأول ابتدائي للسادس ابتدائي ما يعرف يكتب وين نعم. القصور من هو ما هي الأسباب الأسباب عندك فلوس روح لها هي ما عندك فلوس ابنك يرتب ونام في البيت يعني شنو المعلم مدى يقوم بواجبه؟ يعني هو جاي يشوف أنا الدولة ما محتنية بالطالب طالب إلا بالأسبوع يوم واحد. نعم. جاي يجي المعلم ساعتين ويطلع. عندنا فلوس الأهليات ما عاد. نعم. ما عندنا فلوس الأهليات لا عندنا فلوس نسببنا بالأهليات يعني جاي يظل الطالب محتار يروح يجي ابني يقول له بابا ما أقدر أدرس ليش يقول لي يبغى ساعة واحدة وين أروح؟ نعم. يعني هذه مشكلة الدوام يوم بالأسبوع هذه مشكلة مؤقتة أثناء جائحة كورونا ولكن يعني موضوع التعليم في العراق بانحدار مستمر منذ العام 2003 نعم مشتيها ما له علاقة كورونا مشتيها نعم كورونا مزجتة صارت أنفير نعم أي وأنا ممنون منك خذ نقطة طبعا شكرا جزيلا أبو زينب من البصرة كان معنا أم زينب من العاصمة بغداد تفضلي أم زينب لماذا يستمر العراق خارج مؤشر التعليم جولة التعليم العالمي هذا البلد الذي كان يتصدر دول الشرق الأوسط بالتربية والتعليم اليوم خارج التصنيف أصلا ما هي الأسباب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة السلام. الله أهلا وسهلا بك والله استاذي وسببها يعني مؤامرة هي مؤامرة مشروع تخريبي أمريكي عربي علينا هو التعليم فشل عندنا التعليم استاذ من صار له حوالي 5 سنوات فشل التعليم بنتي هسه بس عند اي يعني من هي المؤامرة هل الأمريكان يريدون يقول لك تعال انت يعني اسرق الأموال المخصصة لبناء المدارس أو لتوفير المستلزمات المدرسية أم هو الفساد متأصل لدى الطبقة السياسية يا ريت تسمعيني من التلفون مباشرة وتنصت التلفزيون شوف استاذ احنا نعم. من القرن الماضي بداية القرن الماضي ما عندنا حكومة كلها انكتلت والانعدمت وهاي فهو هاي النهاية يعني بقدس النهاية لها يعني هاي راحت نعم أنا أشكرك أم فاطمة من بغداد كانت معنا أبو أم زينب عفوا أبو فاطمة من النجف أبو فاطمة عندما نتحدث عن موضوع المناهج التعليمية في العراق وتغيير هذه المناهج بشكل مستمر وكذلك المحاصصة والحصول على الدرجات الوظيفية داخل وزارة التربية هي لا يعني
لا تكون على معيار الكفاءة وإنما على معيار من يدفع أكثر ومن لديه واسطة. كيف أثر هذا الموضوع على التعليم؟ نعم دكتور عمر، تحياتي. نعم. لك. حياك الله، أهلا وسهلا بك. الحقيقة يعني احنا تكلمنا في هذا الموضوع، وهذا الموضوع مهم للغاية. يعني نعم. الدول تقاس بمستوى التعليم عندها، وتقاس بالعلم والعلماء إلى آخره. القضية كما يعني احنا نشوف العراقيين انهم على وعي، يعني الامر مفضوح ومكشوف لكل عراقي بان المؤامرة فعلا كانت مؤامرة من قبل الولايات المتحدة ثم اكملتها ايران. يعني نتذكر المجرم علي زندي الاديب التبعية الايراني كيف قام بقتل معاون ومعاون مديرية التربية الرصاف لأنه رفض أن يزور شهادته حتى يعني يحصل على مستحقات إلى آخره. نعم. وأراد تخريب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتم خطف استاف كامل من هناك. يعني الأمر مستمر من هناك. يعني المدارس، نعم، تعرف حضرتك لا توجد ميزانية بالمستوى اللي يستطيعون بناء مدارس، رحلات كذا. نعم. أبدا. والمشكلة يعني لو رصدنا أبو فاطمة، لو رصدنا الآن بعض الأسماء للوزراء الذين تولوا وزارة التربية في العراق، دعنا نبدأ في وزارة التربية منذ العام 2003 ولغاية الآن، بالأصل ليس لهم أي علاقة بالتربية والتعليم، إما يكون من حزب الدعوة وليس له أي تخصص أو تدرج وظيفي في هذه الوزارة، أو إما يكون مرشح من كتلة حزبية معينة كمثلا الحزب الإسلامي عندما رشح محمد إقبال، أو قبله كان وزير التعليم في عهد نوري المالكي. نعم. علي الأديب. علي الأديب. ما علاقة علي الأديب بوزارة التعليم، وما علاقة محمد إقبال بوزارة التعليم؟ نعم، هو هذه المشكلة، مشكلة الدستور الفاسد، الدستور الذي المحاصصة والطائفية اللي فيه، بحيث أصبحت لا يهتمون للوزارات بالكفاءات وإنما للتقاسم الكعكة فيما بينهم. هذا الأمر واضح أخي، والعراقي أصبح يعني إحنا نتذكر في 89 كان مستوى المهندس العراقي والعالم العراقي وصل إلى درجات متقدمة جدا. فهذا انتقام أخي عمر من العراق ومن الطبيب ومن العالم ومن العلماء في الطاقة الذرية وغيرها. يعني لا، احنا لا ننسى حقد الصهاينة وحقد إيران، وكذلك مع الأسف الشديد كذلك يشترك الدول العربية في ما دام هم يدعموا هذه البير قوسي الحكومة، هم يدعمون هذا الفساد وهذا التدمير في العراق. يعني مع الأسف الشديد، لماذا؟ أنا أريد أعرف لماذا يتم دعم هؤلاء سلطة العصابات والميليشيات في بغداد؟ ما من الذي يستفاد منها غير من بعد يرسلون لهم الطائرات المسيرة وكذا ويقصفوهم؟ نعم، شكرا لك أبو فاطمة من النجف، كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم حلقة الرافدين حول خروج العراق أو أسباب خروج العراق من مؤشر جودة التعليم العالمي. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، دعونا نتابع هذه الصور لخروج العراق من
مؤشر دافوس لجودة التعليم كما يعني نشرتها بعض وسائل الإعلام العربية تخلو من العراق وبعض الدول العربية. طبعا أثار خروج العراق من مؤشر دافوس لجودة التعليم ردود فعل غاضبة في العراق، ووصف عراقيون التصنيف الجديد لعام 2021 بالانتكاسة الكبيرة للبلاد والمخيبة التي تتحمل السلطات تبعاتها. وذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بأن خروج العراق من التصنيف العالمي للتعليم يمثل انتكاسة للمنظومة التعليمية وتراجعا في مستوى التعليم في العراق، وكذلك تبرز مشكلة النقص الحاد في الخدمات التي تواجهها المدارس سنويا، فلم يتبقى من غالبيتها سوى أبنية متهالكة تغرق مع كل موجة أمطار، فيما يضطر التلاميذ والكوادر التدريسية إلى السير في مياه الأمطار والوحل للوصول إلى مدارسهم وصفوفهم الدراسية. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أعلنت في آيار من عام 2019 عبر بيان لها بأن 50% من المدارس في العراق بحاجة إلى التأهيل والترميم، وأشارت إلى أن نقص المدارس والكوادر التربوية والتعليمية في العراق أسفر عن ازدحام الصفوف المدرسية بالتلاميذ، ويعاني الأطفال من أجل التعليم حيث اضطر العديد منهم إلى ترك المدرسة. أفاد مصدر بأن عدد المدارس الطينية في العراق تجاوز 2000 مدرسة منتشرة في المناطق الجنوبية كذي قار والبصرة والعمارة والمثنى والقادسية والنجف، فضلا عن المحافظات كديالة وكركوك وصلاح الدين ونينوى. يدرس فيها أكثر من 20,000 طالب في هذه المدارس الطينية. طبعا يخصص العراق سنويا مبالغ طائلة للقطاع التربوي من الموازنة العامة، وهذا خلاف لما جاء في تصريح وزارة التربية قبل 3 أيام بأن سبب خروج العراق من مؤشر جودة التعليم هو السبب مالي، ولكن هناك تخصيص كبير للموازنة. عدا عن التخصيصات الأخرى التي يقدمها برنامج تنمية الأقاليم لتطوير القطاع التربوي والتعليمي، ففي ميزانية عام 2019 بلغت التخصيصات لوزارة التربية نحو 1,512,000,000 دولار. بحسب إحصائيات سابقة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، فإن 54% من أبناء الأسر الفقيرة لا يقومون بإكمال المرحلة الدراسية الثانوية، ونصف عدد المدارس الحكومية في العراق بحاجة إلى تأهيل وترميم، فيما بلغ متوسط حجم الصف المدرسي في معظم المدارس الحكومية 60 تلميذا لكل معلم واحد. وبحسب آخر إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء، فإن عدد تلاميذ الثانوية لعام 2019 بلغ 3,140,110 طلاب، أما عدد الذين تركوا الدراسة فبلغ 72,658. كذلك بلغ عدد المدارس في العراق العام ذاته ب 19,621 مدرسة لكل المراحل، فيما تؤكد وزارة التربية حاجة البلاد إلى 20,000 مدرسة في كافة أنحاء العراق لاستيعاب أعداد التلاميذ. يعني إحنا فقط لو كان الموضوع محصور بعدد الأبنية، العراق يحتاج إلى أكثر من 20,000، وهناك أرقام دقيقة تحدثت مثل لجنة التربية قبل عام قالت في البرلمان، قالت بأن العراق يحتاج إلى 25,000 مدرسة ولدينا 2000 مدرسة طينية. هذه يعني هذا لو احتسب مؤشر الجودة هذا السبب فقط، فإن العراق يكون خارج مؤشر التعليم. معنا اتصال محمد من كربلاء. أخي محمد، برأيك ما هي أسباب خروج العراق من تصنيف جودة التعليم العالمي؟ السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يحفظكم ويحفظ قناتكم المباركة حبيبي. الله يسلمك. والله أخي أستاذ عمر، بالنسبة للتربية وللتعليم بالعراق أخي أستاذ عمر، نعم، بالنسبة للتعليم والتربية في العراق، نعم، فشلت وتعبت لأن ما حد قلبه وحريص على العراق، ما حد عنده حب، ما حد عنده ولاء للعراق حتى يكون. يعني احنا راح ندخل سنة 2022 ومدارس طينية موجودة
مدرسة الحضارة، مدرسة الحضارة وهي مدرسة من طين ومنقصب مبنية بالناصرية. زين؟ يا أخوي أستاذ محمد بالنسبة للتعليم بالعراق صار صفر، تركيا صفر. زين يعني الدراسات هسه جاي تصير الدراسة على المحاضرين المجانيين. زين؟ يعني ما يدرس ابنك أو صديقك أو أخوك إذا ما ياخذ شيء مقابل شيء المادة. نعم. زين؟ يعني وشغلة التعليم بالعراق زين يعني يحجون على جميع الحكومات مو بس هاي الحكومة. نعم. الحكومات المتعاقبة وهاي الحكومة حاليا هسه الموجودة وراح تجي. نعم. زين؟ يعني كل شيء ما ماكو حل. ماكو حل أستاذ محمد، أستاذ أخوي أستاذ عمر، ماكو حل. نعم. بس رحمة الله فقط. نعم. زين؟ يعني يعني لما ترجع حتى للتعليم بالعراق فاشل. زين يعني ترجع للتربيه ماكو. ترجع للدراسات ماكو. زين يعني ما حد مش ما يقول يوجع قلبه على هذا البلد. زين يعني احنا راح ندخل لسنه 2022 واحنا مدارس مو بلوك. مدارس حاليا هسه موجوده مدارس صينيه. نعم. زين بعموم العراق حتى يعني هسه بغداد اكو مدارس متهالكة استاذ عمر. مدارس متهالكة، مدارس مفطرة والبنايات تعبانة ولا صغير ولا رحلات ولا صبورات والتعليم. وحتى من يجي للتعليم من وراء يعني من وراء خشمة يعلم، ما يعني بحرقة وألم قلب وتعب. يعني تعرف هسه احنا جاي نخسر على أطفالنا وعلى جهاننا، جاي نخسر فلوس وملابس وجناب زين ومطار وطين وبريد وحار. وهذا التعليم اللي بالعراق. نعم. زين وانا اشكركم واشكر قناتكم استاذ عمر حبيب الوردة. شكرا جزيلا محمد من كربلاء. كان معنا اتصال ام عبد الله من بغداد. ما هي اسباب خروج العراق من تصنيف التعليم على المستوى العالمي؟ وهذه ليست المرة الأولى، يعني منذ سنوات العراق خارج التصنيف العالمي. ما هي الأسباب برأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بلا زحمة عليك. هي الأسباب إن دراسة ماكو دراسة. طفل من أعطيه أقول له ادرس على الانترنت. زين أنا من أعطي الانترنت أعطي موبايل يدرس على الانترنت، صح لو لا؟ زين الطفل يستوعب الانترنت يستوعب الدراسة؟ لا، راح يطوب على اللعبة، يطوب على الفيس، يراسل. وين الدراسة؟ وين الدراسة؟ نعم. وين أكو الدراسة بهذا الشكل؟ وين؟ إيش وقت صارت عندنا؟ شلون الطفل راح يستوعب؟ شلون راح يتعلم؟ شلون راح يشوف التاريخ؟ يا تاريخ هذا صار عندنا بهيك وقت؟ وين؟ ماكو هيك. وزين الما عنده انترنت يعني منين يروح يبوق ينهب؟ التربيه يعني ما تفكر بهذا الشيء؟ ما تقول العالم متضرره، عالم تعبانه؟ يعني تعال شد لي انترنت ب 300,000 وطفل يقعد على الانترنت وكل شيء ما بي فائده، ويا ريت بي فائده. واحد يستحسب يقول ما يخالف. بس احنا هسه كل فائده ما لنا، لا احنا لا اطفالنا. يعني هسه هاي السنه عندك انت ثلاث ارباع الطلاب سقطوا. سببها شنو؟ سببها الانترنت. نعم. ماكو تعليم يعني ماكو، يعني بس خسارة بس تعب. كل تعليم ماكو. وقبل موضوع الدراسة على شبكة الانترنت أم عبد الله، يعني الحال لم يختلف، يعني مدارس متهالكة. لا بس الدراسة كلها صارت على الانترنت. نعم. أنا أقعد بالبيت أقرأ، امتحن بالبيت، راجع بالبيت، ماكو دراسة. نعم. أنا أجي للطفل أباوع عليه لا والله، الجاي يلعب لعبة، الجاي راسل، ماكو دراسة. ماكو. وين الدراسة؟ شنو ذنبنا احنا؟ شنو ذنب اطفالنا؟ شنو راح يتعلموه؟ اعطيني دولة، اعطيني دولة مثل احنا دولتنا العراق، اعطيني دولة. اعطيني دولة، قل لي هاي الدولة مثل دولتنا احنا ماكو. ليش هاي الاطفال ليش تروح مستقبلها؟ حرام، والله حرام. حرام. يعني العالم تعبانة، عالم ما عندها، يعني انا اربع اطفال برقبتي، انا لا راتب لا معهم، اشد انترنت كل شهر اصعد وكل فائدة ما بي. كل فائدة ماكو. يا ريت اكو فائدة بي، ماكو. جهاننا كل شيء ماكو. اعطيه لعبة يستوعب، اعطيه دراسة يقول لك انا ما اعرف. شنو سببها؟ سببها الانترنت. قاعد الطلاب قاعد واقول دراسة ماكو.
عطل الطلاب، ليش يدرس على الانترنت؟ نعم، شكرا أم عبد الله من بغداد كانت معنا. طبعا كما أشرنا بأن القطاع التربوي لم يسلم من ظاهرة بيع الدرجات الوظيفية على الخريجين، وتراوحت أسعار تلك الدرجات ما بين 8,000 و12,000 دولار للدرجة الوظيفية. دعونا نتابع بعض تصريحات المسؤولين حول خروج العراق من تصنيف جودة التعليم. رئيس لجنة التعليم العالي النيابية في البرلمان مقداد الجميلي قال في بيان له بأنه تم تقديم طلب لرئاسة مجلس النواب لتوجيه سؤال برلماني شفهي داخل قبة البرلمان لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن أسباب خروج العراق من المؤشر العالمي للمعرفة، وكذلك ارتكاب العديد من المخالفات الإدارية والقانونية المثبتة بالأدلة والوثائق خلال فترة تسنمه للمنصب. وتحدث عضو اللجنة النائب رياض المسعودي وقال بأن الجامعات العراقية تعاني من تراجع الرصانة والمستوى العلمي مقارنة بنظيراتها العالمية، وأكد بأن عملية التسييس التي تشهدها الجامعات أثرت على كفاءتها وعلى رصانتها. بيّن بأن وزارة التعليم منذ العام 2006 وحتى العام 2020 لم تدرب واحداً بالمئة من الأكاديميين خارج البلاد، ما أدى إلى تراجع المستوى المعرفي لهم في طرائق التدريس الحديثة والابتكار بالبحث العلمي، كما أن المدخلات ضعيفة علمياً. ولفت إلى أن وجود التعليم المرادف أو الموازي أو الأهلي هو الآخر تسبب بتراجع جودة التعليم في البلاد، لا سيما بأنه متوفر بجميع الاختصاصات وبعيد عن الجودة، بينما كشف عن مخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسميا بإعداد خطة 50 وعشرية لتطوير الواقع العلمي في العراق. معنا اتصال أبو علي من بغداد، تفضل أبو علي. أبو علي، ما هي أسباب خروج العراق من مؤشر تصنيف جودة التعليم العالمي برأيك؟ أبو علي هل تسمعني؟ نعم تفضل. صديقي يا الموضوع التعليم والله بالنسبة لي عندي طفل بالخامس بطلته، والله بطلته قاعد. لماذا؟ ماكو يعني زوم عنده يقول له روح شوف لك خلي أخذ لك انترنت وموبايل على مود تروح للتعليم. نعم. زين هو قبل الانترنت يعني هو كل شيء عشان كل شيء ما يستمون ولا المدرسين أصلا يدرسون. أكو بعض المدرسين وأنا عارفهم طلبت ما راح بس ما قاعدين يكون على الفيسبوك مشينوا وما معلمين أصلا الأطفال، خلاص ما معلمين. خلي يزعلهم بعض المدرسين اللي عندي، يعني مو ما أقول على الشرطة، أنا أقول على اللي ما يدرسون صحيح. نعم. يعني هذا المفترض. أنا والله قلت. نعم. المفترض إن كان المعلم أو المدرس الذي يتهاون في أداء واجبه، نعم، المفترض أن تكون هناك وزارة تتابع هذه الشريحة المهملة للطلاب، ولكن هذه الوزارة لم توفر مدارس وبنى تحتية ولم توفر حتى مقاعد دراسية أو الكتب الدراسية والمستلزمات. ماكو المدارس وين؟ احنا بالريف، المدارس احنا واقع اصلا بالريف، واقع كلية المدارس. نعم. يلمون كل طالب كل شهر يلمون كل طالب 5000 دينار يرممونه، يسوقون اكلاوات والكاش مالته مشلع، والله وماكو تعليم. خلاص اسم مدرسه، مدرسه فلان كل شيء ماكو، اسم مدرسه مجرد لا اكثر ولا اقل. يعني هسه العالم هذا الفقير ما حاروا به، منين يجيب صديقي؟ هذا من زمان، هذه مدروسه من زمان. التعليم اللي بالعراق اللي يقضون عليه فردنا، يعني انت عندك علم لا تذكر مدرسه بلاط الشوله من ضربوها، من ضربها؟ ضربها ايران، اول ما ضربته ايران. كيف خلاص من عند التعليم فرد مو؟ فهذه خطه استراتيجيه من الاحزاب اللي تيجي تقضي على التعليم العراقي بشكل يعني تام. فهم جابونا بدايه جابوا الموبايلات وحشف على الساعه، جابوا الموبايلات والفساد وش اسمه، يعلمون الشباب، علموا نص العراق عدل، علموه الشباب مالتهم ما حايرين لا دراسه ولا عادل. حايرين ببوبجي وحايرين بافلام وما اعرف ايش، ها، وتركوا دراسه. وهسه جيه التعليم، انا شو اضمن لي هسه اذا جبت انا الطفل بالخامس، شو اضمن لي انا اجيب له؟
عن ترنيح وما يطبع على مواقع ما تفيده وفتشي شي يضمن لي أنا رح يدرسها بصورة صحيحة؟ ما ظنيت بعد أكو تعليم بالعراق ولا أكو راتب لا أكو شي راتب رعاية الناظم طعاق كل شهر قام سوا 90,000 ما دشقت يعني هم شغلوا لعمل قاعدين هو عماله حتى العمالة وانه بجانا حضر وجانا دولار وما ادري شنو بس الله يكون بعون الأمارة بس الله يفرجها. نعم والله الاحزاب وغير الدول ماكو قصيدك بالعيش. نعم شكرا أبو علي من بغداد كان معنا. طبعا من أسباب تراجع التعليم في العراق بشكل عام تحدث الأكاديمي محسن عبود وقال بأن التساهل بمنح الشهادات وتفشي ظاهرة الجامعات الأهلية مؤخرا هما السبب بخروج العراق من جودة التعليم العالمي ناهيك عن تراجع السياسات التعليمية في البلاد. ولفت إلى أن الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 دأبت على العبث بمعايير الجودة والتساهل في منح الشهادات العلمية وإهمال بحوث تطوير المناهج الحكومية وأكد افتقار العراق لأبسط معايير الجودة في التعليم نظرا لانعدام الابتكار بسبب غياب الدعم والحوافز وضعف الجاهزية والتكنولوجية الجاهزية التكنولوجية. نعم طبعا وزارة التربية كما أشرنا قبل قليل بأنها عزت أسباب خروج العراق من التصنيف العالمي للتعليم إلى الجانب المالي. يعني هل يعقل بأن مستوى التعليم يتراجع خلال 18 سنة بسبب الجانب المالي وهناك مليارات تصرف على وزارة التربية بشكل سنوي؟ دعونا نأخذ بعضا مما قالته الوزارة في بيان لها قبل 3 أيام في 2 أيار. قالت بأن العراق رغم قلة الإمكانات والظروف القاسية التي مر بها لا يزال يمثل قاعدة علمية مقارنة بالأنظمة التعليمية على المستوى العربي، وبيّنت بأن السبب الرئيس لعدم وجود العراق ضمن الخارطة التعليمية هو الجانب المالي، إذ يتوجب على الدولة التي ترغب بالظهور في التصنيف العالمي دفع اشتراك سنوي في مدينة لاهاي في هولندا للهيئة الدولية لتقييم منجزات التعليم، ولا يتعلق الأمر بالأداء التعليمي كما يشاع ويروج له البعض. طبعا هذا مردود عليه كما يعني يكشفه الواقع وكما تكشفه التقارير الدولية، ومثل ما تحدثنا قبل قليل حول دراسة منظمة اليونسيف الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة كشفت بأن 50% من البنايات في العراق هي خارج الخدمة وتحتاج إلى إعادة تأهيل، وكذلك بأن العراق يحتاج إلى بناء أكثر من 20,000 مدرسة جديدة وهناك أكثر من 2,000 مدرسة طينية. معنا أبو ذياب من الفلوجة. أبو ذياب، ما هي أسباب خروج العراق من مؤشر التعليم العالمي برأيك؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، تفضل. أستاذ عزيز، يعني خروج العراق من التعليم هذا يعني مو على المرة. نعم. يعني تدري فاسدين وبالسبب يعني ايش ما يصير نترك المدرسه وما نترك العلم، يعني مثل ما يقول لك شلون النور ودع الظلام. هذا الشيء يعني ندربي، يعني مدارس صينيه هسه احنا بعام 2021 مدارس صينيه. نعم. ويعني وهاي وزير التربيه هذا الاستاذ لعب بينا دوله من عرب، يعني احنا يوصل صوتي لوزير التربيه، يعني ساعه ينطر بانه راح يسوون قرار يعني درجه نصف السنه واللي بتصنف يعبون الرابع علمي، ساعه يلغون القرار وساعه يرجعوه. فيا استاذي يعني لعبوا بينا جوله واحنا برمضان والدولار صاعد، هذا الشيء يسوونه عمدا عمود يقتلون الشعب العراقي. نعم هذا الشيء يسوونه عمود يقتلون الشعب العراقي، بس باذن الله نظل يعني ان شاء الله ترجع المدارس تروح فاجعه كورونا نظل والعراق يرجع والعراق يعيش بسلام وربي يحفظكم استاذ. شكرا ابو ذياب من الفلوجه. من رسائل واتساب يقول السلام عليكم، بالله هذا منظر مال المدارس الحكومه، يقول ما تستحي على نفسها من هالمنظر. هذا العراق ابو الخير هيك يصير بي من وراء الحكومه التعبانه، خليهم يحسون على نفسهم، يقول عيب والله.
نعم، رسالة يقول فيها السلام عليكم أبو حاتم الموصل، يقول تحية لك أستاذ عمر ولجميع المشاهدين. يقول العراق قبل عام 2003 كان دولة قانون ومؤسسات، ويعد من الدول المتقدمة في الشرق الأوسط، وهذه وعصابة المنطقة الخضراء وعملاء الاحتلال والأحزاب والميليشيات الهزيلة تعهدوا للإدارة الأمريكية وملال طهران على تدمير العراق وشعبه ومؤسساته الإنتاجية والخدمية، وحصل هذا وتمت السيطرة على كل مقدرات العراق واستهداف التعليم بالمقدمة، والله المستعان على هذا الوضع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تآمرت عليه عصابة الخضراء. نعم، إذن العراق يستمر خارج مؤشر جودة التعليم كما جاء في تصنيف منتدى دافوس العالمي. الأسباب كثيرة كما ذكرناها، هو الفساد والمحاصصة وتخلف العراق عن المناهج التعليمية العالمية، وكذلك تخلفه عن مواكبة التحديث في مجالات التعليم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول أسباب خروج العراق من مؤشر التعليم العالمي. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.